الحمد لله على السلامة قائد. السلام الله يسلمكم يا رجال. يلا في حفظ الله. سلام يا قائد. خدوا بالكم من نفسكم. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك يا ابني من كل شر. تفضل اقعد، انت جرحك طري لازم ترتاح. شكرا يا امي. ايه الاخبار، مش احسن دلوقتي؟ صدر نعمة من رب العالمين. مقدمتها من ابن حلال يا ابو عمار، لولا كنت هسه بتسلم على الحبايب. بعرفه وبتذكره. مش عارف كيف بدي اشكرك على كل شيء عملته. صحيح معروفك مش رح انساه طول عمري. جميلك فوق راسي. عفو حاج، انا ما عملتش حاجه يعني، وبعدين انتوا اهلنا وعلى راسنا وحمايتكم واجب علينا. سيدي حكوا لي انك وعيت. الحمد لله على السلامه، قلقتنا عليك كل هذا الوقت. شو بدك تخوفنا عليك ولا بس بدك تعرف غلاوتك عنا؟ تسويهاش كمان مره حبيبي. ولسه مشغول في شغلك اللي انت تحبي يا حبيبة بابا. وبعدين انا مش دايما مشغول في الشغل قوي كده، ما انا معاكي اهو سايب الشغل. اما ليه ما جتش تقعدي في التمرين يوم الخميس؟ هتعرفي ان ماما تقول لك تيجي وكل اصحابنا نروح معاهم بابا ومامتهم. جنى، مش هم قالوا لنا هيعملوا لنا عصير؟ روحي شوفي عاملين حسابنا ولا لا وزعقي لهم. يلا بسرعه. وبعدين يا عادل، أنا عارف إنك بتحب شغلك وعارف إنك دكتور مجتهد وشاطر، بس يا ابني بيتك وبنتك ومراتك ليهم حق عليك. جانا محتاجة تحس بوجودك زي ما بتشوف أبهات زمايلها. معاك حق يا عمي، وأنا والله جاي أصلح كل ده وراضي هدى وعايز حضرتك تساعدني. حاضر يا ابني، في الخير يقدم ربنا. فين العصير بتاع جدو؟ حاضر. انتي كويسة يا حنون؟ أنا كويسة يا قلب حنون. علي فين؟ في البلكونة. عايزة؟ آه اندهي. حاسه بايه يا حبيبتي؟ الحمد لله الحمد لله. لا بقيت زي الفل اهي. دلوقتي علي يجي يطلب لك ادهم تكلميه وتطمني عليه. شفتي اجمل ده ابنك؟ عشان تصدقيني لما اقول لك ان هو مش سالك من كوبي. انت هتقولي لي ما انا عارفه. اه ايه الاخبار؟ حنان قلب الاسد معايا ولا لسه؟ اطلب لي ادهم. لا عايز اعرف الاول مين معايا. قلب الاسد. ايوه كده اطلبه. لو كان كده ماشي، نكلم سياده المقدم فورا.